السلام عليكم ورحمه الله خوتي خواتاتي المتتبعات العزيزات الغاليات الميمات، شخباركم؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم روتين مسائي. هذا اليوم الجمعه، فبغيت ندير خبيزات هكايا الفطور. الصباح السبت ما غيصبحش عندي الخبز، بقاو عندي غير جوج خبيزات صغيرين ما غيكفونيش للفطور، وقلت غادي نعجن خبيزات دابا. ومن بعد الدراري قالوا لي ماما صايبين لينا دوك لي ميني باغيت معمرين، والشوربه هكايا كيف ما كتشوفوا خواتاتي. انا ديما كندير شي حاجه سائله في العشاء، غادي نشارك معكم هاد الشوربه هذه اللي كيف ما كتعرفوا كتجي زوينه بالخضار. اي خضره عندك ممكن ديريها فيها. بالنسبه لهاد الخبز درته بالدقيق ديال الشعير والدقيق ديال الشوفان، وصايبت منه حتى هالطوست. هانتوما يا كيفاش كيجي، كيجي ناجح 100%. وانا ما تنبغيهش يكون عالي، ما كنخليهش يخمر بزاف. ودرت هنايا واحد الفطيره اللي عمرتها بالخضار وعمرتها بالفيرميسال وبالطون، شي حاجه اللي بسيطه وفي المتناول ديال اي واحد، وبالعجينه اللي ما كتحشمش، عجينه 10 دقائق الغنيه عن التعريف. فكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير. بالنسبه لهاد العجينه ديال 10 دقائق وتاتي معتمده عندي، كنخدم بها انايا دائما، ما كنغيرهاش. كندير منها هاد لي ميني باغيت كيف ما كتشوفوا معمرين، كندير منها لي شوسون، كندير منها حتى هاد الميني برجر كيف ما كتشوفوا خواتاتي هانتومايا الشكل ديالو. وكندير هكايا الفطيره مره كندير هاد الفطيره بحال هكايا، اولا كنديرهم على شكل خبيزات صغيورين. مهم كل مره تنغير شويه هكايا باش حتى الوليدات ما كيملوش، ولكن لاباز ديال العجين كتبقى نفسها. عجينه 10 دقائق الغنيه عن التعريف، عجينه اللي هي سحريه، كنديرها حتى في البيتزا وكنعتمدها دائما، وخصوصا في رمضان فهي اللي كنبقى نخدم بها. اي حاجه بغيتها هكايا، المخبوزات اللي كتعمر، ولا لاباط ديال بيتزا، ولا ميني برجر، ولا هكايا خبز ساندويتش، دائما تنديرها غير هي، زوينه سهله واقتصاديه. وبالنسبه خواتاتي للشوربه، هاد الشوربه هادي ممكن ديروا فيها اللي عندكم في الخضره، اي خضره عندك في الثلاجه غادي ديريها. يلا ونوضي اختي، نوضي حيدي ليا العجز، نوضي شوفي ليا الثلاجه شنو فيها، واجي نحضروا هاد الخبيزات المعمرين اولا هاد لي ميني باغيت المعمرين، ونصيبوا الشوربه اللي سهله وبسيطه. فبسم الله على بركة الله. كيف ما كتعرفوا خواتاتي انا راه ما شاركتش معكم العجينه، دائما تنشاركها معكم. درت هنايا الدقيق ديال الشعير والدقيق ديال الشوفان اللي غربلتو مزيان. صافي عجنت هنا العجينه ديالي. الطريقه العجين راه كلشي تيعرف ليها، وخليتها حتى اختمرات وضعف الحجم ديالها. ولقيت هادشي اللي بقى عندي في الثلاجه غادي نعمر به واحد الخبيزات هكايا او الميني باغيت. بالنسبه خواتاتي هنا للشوربه هانتومايا، درت فيها بورو، البصله الخضاريه، خيزو، البطاطا، كورجات وحده، نقصبو معدنوس، وواحد الراس ديال الكرافس. صافي خواتاتي هادشي اللي فيها، ما درتش فيها القرعه الحمراء لانها ما متوفراش عندي. ودرت هذاك اللورانين اللي كيكون اولا دوك الاوراق ديال البصله الخضاريه. فهنا خواتاتي غادي ندير ليها المطايب، وغادي نرويها، وغادي نقرص الخبيزات ديالي وهذوك الشيء اللي بقى عندي ديال الخضره. فغادي نقيهم ونغسلهم، وغادي نحكم ان شاء الله، غادي نحضر بهم حشوه اللي غادي ندير في الميني باغيت وفي الفطيره ديالي. بالنسبه هنايا للشوربه كيف ما كتشوفوا، اي خضره عندكم ديروها. انا غادي نضيف فريقات ديال الخس، راني حاطاهم كيتغسلوا. من بعد ما غسلتهم حطيتهم في الطنجره، وهنا خواتاتي خديت شويه ديال البلبوله رقيقه وشويه ديال النخاله، هو باش غادي نقرص هذوك الخبيزات. كيف ما كتعرفوا خواتاتي ما كاينش محسن من الخبز ديال الدار، فيه البركه وصحي هكايا. فاش ما كيكونش عندنا الخبز فكنعياو حنا نشريو على الباريزيان هكا رواصا ها، وحتى حاجه ما كتشبع، حتى حاجه ما فيها البركه سبحان الله العظيم. وخبيز ديال الدار تاخدي فيه غير طريف صغير كتشبعي به، واي حاجه درتيها فيه يا جبينه، شويه زيت العود، ولا فرماج، ولا شوكولاط، ولا املو، اللي درتي كتشبعي به. والخبز ديال الزنقه الله يعطينا بركته، ما كيشبع ما كيدير حتى شي حاجه.
وفوق هذا الشيء كيهلك الميزانية. كتولي كل نهار خاصك على الأقل واحد 20 درهم ولا 25 درهم يلاه دوز لك الخبز ديال النهار. فهنا خواتاتي كيف ما كتشوفوا باقي عندي جوج خبيزات صغيورين اللي عجنتهم البارح، ما غيكفونيش في الصباح في الفطور. دابا اليوم راه الجمعه، ما عجنتش في الصباح لان كيف ما كتعرفوا الجمعه كلشي كيدير كسيكسو، وما عجنتش صافي. دابا هي الليل هذا، فقلت غادي نعجن خبيزات وغادي ندير الطوست، وعندي واحد شويه ديال الدقيق ديال الشوفان هو اللي عجنت به مع الدقيق ديال الشعير. صافي خواتاتي هانتومايا الفيديو شرح نفسه. انا قطعت 6 ديال الخبيزات او الكويرات صغار اللي غندير بهم خبيزات صغار، وخديت هاد شويه بحال تقولوا نصف ديال الكميه غادي ندير به واحد الطوس. حتى هو شحال هادي ما درتوش اليوم، تقريبا هاد السيمانه كامله ما درتش فيها الطوس، مورفا كنديرو كل سيمانه ما درتوش. صافي خواتاتي هذه الطريقه ديالو، بسيط ساهل من العجينه، ما فيه لا بيض لا زبده لا حتى شي حاجه. وغادي ندوزو هكايا في النخاله باش يجي اكثر من صحي، غادي يجي زوين بزاف. صافي خواتاتي هكايا غادي نديرو في المول ديالو ونخليه حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو شويه، ومن بعد ندخلو للفران يطيب. هانتومايا ماشي بالشرط حتى يكون عندك المول الخاص بالطوست عاد باش تصيبيه، المول ديال الكيك هو قاضي الغرض. صافي خواتاتي هانتومايا غادي نحطو هكايا باش يخمر ليا. كنقولها خواتاتي وكنعاودها، اللي بغات الحجم ديالو يجي طالع بزاف فغتخليه حتى كيخمر وكيضعف الحجم ديالو عاد باش تدخلوه اي طيب. واللي كتبغيه هكا باش يجيها بحال مربع او لا كاري، صافي غادي دير ليه تخليه يخمر غير شويه، ما تخليش حتى يفوت المول، وصافي ودخلو اي طيب. بالنسبه هنا للخبيزات فانا غنقرص شويه بالبوله الرقيقه، ووحدين اخرين اللي غيبقاو عندي راه غادي نقرصهم بالحمراء. صافي خواتاتي هانتومايا كيف ما كتشوفوا عجينة راه ساهلة وبسيطة، وكل شيء تعرف يعجن الحمد لله تبارك الله ما شاء الله، كل شيء كيعرف يعجن، كل شيء كيعرف يصيب، كل شيء غير كنتبادلو هكا افكار مع بعضياتنا وكنشجعوا بعضياتنا ونحفزوا بعضياتنا. صافي خواتاتي انا خديت شويه ديال الحمراء كيف ما كتشوفوا هي اللي غادي نقرص بها. فبالنسبه ليا خواتاتي انا كنقرص بالنخاله الغليظه دائما ما كنضيعهاش. ودابا ما بقاتش عندي، جبت واحد شويه ديال الحمراء باش باغي ندير بها واحد البسكوي، وقلت غادي نكمل بها التقراص. درت شويه البلبوله في الاولين وغادي نكمل بهاد الحمراء، فاي حاجه نقرص بها انا حتى حاجه ما كنزقلها. المهم هو اهم حاجه عندي انا هو خبيز يكون ديال الدار ويكون زوين. فكيف ما شفتوا انا قرصته بزاف لان ما بغيتش تكون فيه البابه، لان كيف ما كتعرفوا الوليدات كيحيدوا البابه، وانا غدرته ليهم رقيق هكايا ودرتهم صغيورين على حساب الفطور ان شاء الله باذن الله. صافي غادي نخليهم يخمروا. وجيت هنايا خواتاتي شديت هذيك الخضره اللي شفتوا الحبات ديال الخيزو، وديك الكورجيت وحده اللي بقات، وحبه وحده ديال الفلفله. بالنسبه للخيزو والكورجيت حكيتهم في الحكاكه الغليظه، وهاد الفليفله غادي نقطعها هكا ضامات صغار. بالنسبه للحشوه نتوما غادي تختاروا اللي عندكم، اللي موجود عندكم واللي اللي كاين عندكم في ثلاجتكم غادي ديروه. مهم حتى انايا راه داكشي اللي عندي هو اللي خدمت به. وهنا خواتاتي كيف ما كتشوفوا هادو الوراق ديال البصله الخضاريه، كنت خدمت الصباح خدمت الكسكسو درت فيه البصله الخضاريه، واحتفظت بهاد اللور ديالو اولا الوريقات ديالو، حيت عرفت راسي غادي ندير هكايا شي حاجه هكايا للعشاء وغادي نحتاجهم. فكنت غادي ندير بطبوط معمر بالبصله والشحمه والفلفله، فغيرت الراي ديالي. الدراري قالوا لي ماما ديري لنا هاد لي ميني باغات معمرين، وصافي احتفظت بهم. هانتومايا انا كنديرهم دابا مع الحشوه. صافي خواتاتي كيف ما كتشوفوا هذه الحشوه اللي عندي، خيزو والفليفله والكورجيت وهذيك الوريقات ديال البصله. صافي غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الفيرميسيل هكا زعما نفركسو للدراري الحشوه، وواحد الحكيك هكايا ديال الطون هذا النوع هذا. وهنا خواتاتي كيف ما غتشوفوا غندير التوابل، درت القليل من الملح، ديما الملحه كتكون بحسب الذوق. درت شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الفلفل الاحمر،
وشوية ديال الكركم، القليل من الإبزار. صافي خواتاتي، غادي ندير هذيك الحشوه ديالي طيب. هنا من بعد ما خرجوا لي الخبيزات من الفران، ها نتومايا طيبتهم، وغادي نحطهم هكايا نلوي عليهم واحد الزويف ونخليهم باش يبردوا. وحتى الطوست حتى هو غادي ان شاء الله نلويه بواحد الزويف اولا سربيته ونخليه حتى يبرد. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، راه جا محمر وزوين. طوست بالشعير وبالشوفان كيجي اكثر من رائع، المذاق ديالو يا سلام وصحي 100%. اعتمدوه لوليداتكم كيف ما قلت لكم، اللي بغاه يكون عالي فخليوه يخمر بزاف. انا راه حطيت عليه واحد اللاطه حيت ما عنديش هذيك الغلاقه اللي كتكون فوق من المول، باش يجيني على هذا الشكل هذا، باش يجيني قد قد في لاباري ديال الطوست ديالي. صافي خواتاتي، ها نتوما الخبز، شوفوا كيفاش جا مقرص بالحمراء وكاين اللي فيه البلبوله رقيقه، فغادي نخليه ان شاء الله للصباح. هنا خواتاتي حطيت الحشوه ديالي باش تشحر، ضفت ليها واحد القليل ديال الزيت. صافي غادي نحرك هنا مزيان، انا راني شاده بايد وكنصور بايد. من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي خواتاتي كانت على هذا الشكل، زدت عليها اخر مرحله شويه ديال الزيتون وشويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي غادي نطفي عليها. صافي هنا من بعد ما خلطتها هنا غادي نضيف الماء طايب على هاد الفيرميسال هادي، وغادي نخليها حتى ترطب، ومن بعد غادي نصفيها وغادي نقطعها بالمقص ونضيفها على الحشوه ديالي. صافي خواتاتي، هنا من بعد ما صفيتها غادي نقطعها هكايا. صافي وغادي نضيفها على الحشوه، وغادي نمشي نوجد العجين ديال 10 دقائق الغني عن التعريف. صافي خواتاتي، ها نتومايا حتى هاد الطون تا هو غادي نقطعو هكايا، لان عندي غير حك واحد، فغادي نفردتو مزيان باش يجي هكايا موزع مزيان مع الحشوه. صافي هاد الحشوه راها اقتصاديه وبسيطه وكتجي بنينه، كتجي لذيذه. وانتوما الا بغيتو ديروا ضعف يعني الكميه ديال الطون، ممكن ديروا جوج حكاك ولا حتى ثلاثه، راها كيجي لذيذ فيها، وتزيدوا حتى صلصه الصوجة ما توفرتش عندي. صافي خواتاتي، غادي نخليها هكايا كتبرد، ضروري تخليوها تبرد باش ما تقطعش لكم العجين، راها كتجي اكثر من رائعه. ممكن تعمروا بها حتى بريوات هكايا بالورقه، كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه بزاف بزاف. غنمشي نحضر معكم العجين اولا عجينه العشر دقائق. هنا خواتاتي انا درت جوج كيسان ديال الدقيق ابيض، معلقه كبيره خميره فوريه، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال نيدو، وغنضيف جوج كيسان كيف ما كتشوفوا. العبار دائما بكاس ديال العنب، غنخلط مزيان. هذه المرحله الاولى كتبغي تخلط باش هذوك المكونات كيتجانسوا مع بعضياتهم وما تكونش عندكم هذوك الكويرات. صافي هنايا خديت معلقه باش نحرك هذوك الجناب اللي موصلش ليهم الفوي، لان البول اللي كنخدم به كان ديجا عامر بحاجه اخرى. صافي من بعد ما خلطتها مزيان خليتها 10 دقائق كتخمر كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نضيف دابا 3 كؤوس بالعبار ديال الكاس ديال العنبه بالدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا، وغنضيف نصف كاس ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون اللي توفر عندكم. انا درت غير زيت النباتيه، ها نتوما كتشوفوا. صافي غادي نخلطها مزيان. صافي خواتاتي كيف ما كتشوفوا، ساهله ماهله وكتعطي واحد النتيجه اللي اكثر من رائعه. اعتمدوها خواتاتي، غادي تبقاو ترحموا لي عليها الوالدين، زوينه بزاف وعمرها ما غتحشمكم. توجدوا منها البيتزا، توجدوا منها المالح والحلو، توجدوا منها كرواسا، غير هي ملي غتبغوا ديروا شي حاجه حلوه غتضيفوا كميه ديال السكر، تصايبوا بها خبيزات هكايا للساندويتشات لوليداتكم للمدرسه، البرجر، اي حاجه بغيتوا ديروها بها كتجي رائعه. وانا غادي نبقى دائما نخدم معكم بها باش تشوفوا شنو كنصايب بها، فهي معتمده عندي كتجي اكثر من رائعه. هنا كناخذوها كنديوها هكا ونجيبوها بين ايدينا واحد جوج دقائق كاع ولا ثلاثه دقائق، صافي راه ما فيها لا عذاب لا والو. وكنرجعوها للبول اللي كنا خدمنا فيه، وغادي نخليها تختمر 10 دقائق الثانيه.
صافي. في المجموع ديال هاد العجينه هادي راها كتكون جاهزه لكم في 20 دقيقه حتى ل 23 دقيقه كتكون جاهزه. صافي خواتاتي، هنا خديت واحد الكميه اللي غادي نسرحها هكايا بالمدلك. فراه انا تنخدم هكا معكم، كنخدم عشوائيا، ما كاين لا بروتوكول لا والو، كنخدم عادي كيف ما كتشوفوا خواتاتي. العجينه راها زوينه واكثر من رائعه، شوفوا كي دايره، راح تصيبوا بها حتى البيتزا لوليداتكم ولا لوميني بيتزا، وتحطوهم في المجمد الوقت اللي بغيتوهم تجبدوهم وتعمروهم، كيجيو اكثر من رائعين. فخديت انا هذيك الصينيه اللي بغيت ندير العبار ديالها، صافي حطيت العجين تحت ودرت النصف ديال الحشوه كيف ما كتشوفوا خواتاتي هانتوا معايا. صافي وغادي ناخذ النصف الثاني اللي غندير فوق منها. هاد الفطيره كتجي بحال الخبزه المدفونه ديال الخبزه الفلاليه، كتجي رائعه. غير هذيك الخبزه الفلاليه كتجي باللحم، مدفونه باللحم والطريقه ديال الطياب ديالها بشكل اخر، وهذه كتجي حتى هي بحالها. وتحيه للناس ديال تفيلات والناس ديال الجنوب كاملين والناس ديال المغرب من طنجه للكويره. صافي خواتاتي غنستمر هكايا. اخواتاتي انا راه تندير لكم المونتاج الفيديو حدايا، تبارك الله الزغاريت وحدايا ممكن شي عرس هنايا، فالله يجعله فرح دايم على كل حبابنا وعلى كل المسلمين كافه اجمعين يا ربي. الله يفرح كل محروم بالذريه الصالحه، واللي كتسنى مازال الزوج الصالح الله ييسر لك اختي ولا خويا انت، الله ييسر لك في الزوجه الصالحه، والله يجعل ربي يعطيكم على قدر نيتكم يا ربي. صافي غنستمر هكا، كنبقى نتني داك العجينه من الجناب هكايا، وممكن انكم تزوقوها هكايا بالفورشيط من الجنيبات الا بغيتو ديروا داكشي زعما بريستيج، بغيتو ديروها هكا طبيعيه كيف ما دارتها ام ايوب، فانتوما غادي تشوفوها عن قرب كيفاش كتكون. صافي خديت هنا اصفر ديال البيضه اللي ضفت ليه القليل من فلفل احمر هكا على حسب اللون، حيت ما توفرش عندي صلصه الصوجه مولفه تنديرها، ما كايناش عندي، غنديباني اليوم غير بالفلفل الاحمر، راه حتى هو كيعطي لون رائع. ايوا خواتاتي صافي، هنايا درت ليها واحد الثقاب هكا باش ما تنفخش ليا من الفوق. صافي غادي نستمر هكا حتى ندهنها كامله بهذاك الاصفر ديال البيض والفلفل الاحمر كيف ما كتشوفوا خواتاتي بهذا الشكل. الفران راني شعلته كيسخن دابا، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 15 دقيقه كتكون واجده. درت عليها شويه ديال الزنجلان وداكشي اللي بقى عندي، درتو كويرات صغار ومن بعد درتهم هكايا ميني باغيت عمرتهم. اللي بغات تشوف الطريقه راه كاين، غادي نخلي لكم فيديو في صندوق الوصف. صافي خواتاتي، هنايا هيبه بنتي هي اللي كدير لي التزيين، قالت لي ماما انا اللي غادي ندير. وبقى عندي واحد شويه ديال العجينه، درت منه واحد الحبه ديال البرجر باش تشوفوها خواتاتي كيفاش كتجي. صافي هذه هي الكميه اللي حضرت اليوم. وهنايا هيبه بنتي الله يحفظها ليا يا ربي، كطحن ليا هنايا في الشوربه كتعاوني، الله يحفظ لكم وليداتكم كاملين. فخواتاتي هانتوما يا الشوربه وجدات، والفطيره حتى هي وجدات، جات زوينه. وهنايا هانتوما لي ميني باغيت، شوفوا خواتاتي كيف جاو محمرين وجاو زوينين وكيجيو لذادين. وهكايا نديروهم في العشاء ولا حتى في الغداء، الا بغيتو ديروهم في الغداء ماشي مشكل، وديروهم حتى في لانش بوكس ديال وليداتكم، يديوهم هكايا معاهم للمدرسه، راهم كيشبعوا زوينين وفيهم الخضر اللي هي مفيده. صافي خواتاتي هانتومايا كيجيو اكثر من رائعين. وهذيك الحبه ديال البرجر غنديرها لكم فوق باش تشوفوها، باش تعرفوا انه عجين ناجح 100%، ما غاديش يحشمكم، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون ما طولتش عليكم خواتاتي. وكيف ما كتعرفوا كنشارك معكم دائما اليوميات ديالي البسيطه. هانتوما يشوفوا هذه الحبه ديال البرجر، شوفوا ليا العجين كيفاش كيجي، راه كيجي اكثر من رائع. غير اعتمدوا هاد العجين هذا ديال 10 دقائق، غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف.
هانتوما خواتاتي شوفوا كيفاش كيجي وكيجيو مذهبين من الفوق، كيجيو اكثر من رائعين. ممكن انكم تحتفظوا بهم في المجمد هكا الا صايبتوا كميه كبيره، وتبقاو تجبدوا منهم وتسخنوهم هكا في الكوتيل وليداتكم، اولا تحطوهم في العشاء مع شي شوربه ولا مع الحريره اولا مع شما بغيتوا. عفوا. فهانتوما خواتاتي الفطيره كيفاش كتجي؟ راه كتجي زوينه بزاف بزاف، كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه. وبالنسبه للشوربه حتى هي او لا الصوبه سميوها كما بغيتو، المهم اهم حاجه انها صحيه ولذيذه وبنينه وكتسخن، وديروا فيها الخضره اللي حبيتو، ماشي بالضروري حتى تكون القرعه الحمراء او لا تيكون بوارو ولا يكون اللي عندنا، غادي نصايبو به الشوربه وغادي ندفاو بها. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم خواتاتي، ويكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. وهانتوما انا قطعت واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي اكثر من رائعه، صدقوني كتستحق التجربه. كنتمنى تجربوها، تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال بارطاجيوه مع احبابكم ومع اصحابكم. هنا وصلت النهايه ديال الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.